مساء الخير يا شباب. أولا أنا النهاردة بحب أشكركم على حضوركم، لأن النهاردة هنقول حاجة مهمة جدا جات لنا عليها أسئلة كتير قوي في الفترة اللي فاتت، فبشكركم إن أنتوا النهاردة حاضرين معانا عشان تسمعوا كل الأخبار. كل الويبينار النهاردة هيتحط كمان على الفيسبوك بيج بتاعتنا عشان تشيروها مع زمايلكم اللي ما قدروش يحضروا النهاردة. أنا اسمي نورهان البدري، مدير المنح والبرامج في مشروع مركز التميز للطاقة. النهاردة الندوة عن المنحة وإيه القرارات اللي إحنا خدناها بناء على الريكوست اللي جاتنا أو الطلبات اللي جاتنا. معايا زميلتي الأستاذة سارة النجار متخصصة الدمج، والأستاذة مي الطحاوي متخصصة المنح والتبادل. طبعا مشروع مركز التميز للطاقة هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبينفذ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو MIT الأولى على العالم في كلية الهندسة. لو سمحتوا يا شباب، لو في عندكم أي استفسار أو أي أسئلة حطوها في الشات بوكس وزمايلي هيردوا عليكم. كمان على اخر السيشن هنجاوب على كل اسئلتكم لو في لسه حاجات او استفسارات بناء على السيشن النهارده. خلونا نبتدي. زي ما قلت لكم انه MIT بتنفذ المشروع مركز التميز للطاقه الممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، وبالشراكه مع جامعه عين شمس وجامعه المنصوره واسوان، وده الرساله الاساسيه لبناء القدرات الجامعات المصريه، اعداد كوادر ماهره من الخريجين، إنتاج أبحاث تطبيقية رفعت المستوى بما يتناسب مع خطة مصر 2030، بالإضافة إلى بناء شراكات مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. خليني أقول لكم برضو عن المشروع بتاعنا. هو 5 مكونات. المكون الأول هو بناء قدرات الجامعات اللي هو الحوكمة والإدارة. المكون الثاني هو الابتكارات التعليميه وتطوير المناهج. طبعا اهم المناهج اللي احنا بنبقى بنبص عليها هي مناهج الطاقه في الجامعات الشريكه، وان شاء الله اللي هيستفاد منها الطلبه بتوعنا ان شاء الله في المنحه. المكون الثالث هو الابحاث التطبيقيه اللي بتتم على مشكله معينه ليها علاقه في الاندستري او في القطاع يعني الطاقه، وبنحاول نحلها من خلال الشراكه مع شركات القطاع العام والخاص. المكون الرابع وهو التبادل والتدريب والارشادات والمنح الدراسيه، والنهارده هنتكلم عن منحه مركز التميز للطاقه باستفاضه. المكون الخامس هو الاستدامه للمشروع بعد انتهائه، وده طبعا بالشراكه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والقيادات الجامعيه. خلينا بقى نتكلم النهارده عن الهدف من المنحه. المنحه طبعا بتمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبتنفذ من MIT، والجامعات الشريكة هي جامعة عين شمس والمنصورة وأسوان. وإحنا النهاردة بنعلن عن القبول للدفعة الثانية، لأن إحنا عندنا دفعة أولانية من 27 طالب من كليات الهندسة اللي في الجامعات المصرية الحكومية، ودول هيدرسوا كل الطلبة السنة دي اللي هيدخلوا. هنبقى طالبين 93 طالب هيدرسوا في برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس، وده بنظام الساعات المعتمدة. وطبعا المنحة بتغطي 4 سنين، وده عشان نزود عدد الخريجين المؤهلين في مجال الهندسة الطاقة والطاقة المتجددة. طبعا أنا حابة أقول لكم النهاردة إن إحنا جالنا طلبات كتير من جامعات، الطلبة اللي بيقدموا من الجامعات الحكومية المصرية، وإن النتائج لسه ما طلعتش ومش هتطلع قبل نص أغسطس. وعشان كده النهاردة المنحة يعني قررت إنها تعلن عن ان ميعاد التقديم بدل ما هو كان 31 يوليو بقى 31 اغسطس. طبعا ده عشان ندي فرصه اكبر لكل الشباب ان هم يقدروا يجيبوا بيان الدرجات. احنا طبعا بنقول لكم قلنا لكم ان انتوا تقدموا بالبيان او السكرين شوت اللي موجود، بس احنا هنبقى محتاجين طبعا الاوفيشال بيان الدرجات خاصه بعد ما الترم الثاني ما طلع. فعشان تقدروا تجيبوا بيان الدرجات احنا مدينا الميعاد ل 31 اغسطس. طبعا الناس اللي قدمت احنا هنبتدي نبص على كل اوراقهم، وهنبتدي عادي خالص في السلكشن بتاعنا هنبص على اوراقهم ونبتدي نعمل الفلتريشن لحد ما كل الناس اللي ما كملتش اوراقها تستكملها من الناس اللي محتاجه لحد 31 اغسطس، او اللي حابين يقدموا باوراقهم كامله لحد يوم 31 اغسطس.
فأتمنى إنه طبعاً تبلغوا زمايلكم، وإحنا طبعاً هنحط الويبنور ده على الفيسبوك بتاعنا والويب سايت دلوقتي بقى شغال. طيب معايير المؤهلة للمنحة، زي ما في بعض مننا سمع قبل كده، إحنا محتاجين يكون مصري أو مصرية الجنسية، نكون حالياً في إعدادي في جامعة حكومية مصرية، بندرس في هندسة، في إعدادي هندسة على الأقل في جامعة مصرية حكومية، أكون خريج مدرسة حكومية أو تجريبية. طبعاً إحنا المجموع التراكمي بقى دلوقتي للترم الأول 2.5 أو جيد للترم الأول، بما إن الترم الثاني بقى نجاح ورسوم فقط. طبعاً هنحتاج إن إحنا نبقى ناجحين في الترم الثاني عشان التحويلات للناس اللي هتقبل بعد الثلاث مراحل، تعدي ثلاث المراحل يعني، ودول هنتكلم عنهم باستفاضة. طبعاً دلوقتي آخر ميعاد للتقديم بقى 31 أغسطس، وده اللينك بتاع الابليكيشن بتاعنا، وطبعاً الأوراق المطلوبة ياريت كلها تبقى مستوفاة عشان نعدي المرحلة الأولانية بسلام. الأوراق المطلوبة للمنحة، هو إحنا بنطلب الأوراق دي: صورة من البطاقة الشخصية، بيان درجات الثانوية العامة، بيان درجات الترم الأول بتاعنا من الجامعة بتاعتنا، خطاب التوصية، خطاب التحفيزي، الأنشطة اللاصفية أو الأنشطة الطلابية، المستندات الداعمة للحالة الاجتماعية والاقتصادية، السيرة الذاتية والمستندات الداعمة للإعاقة لذوي الإعاقة ومن اللي بيقدموا من الطلبة اللي بيقدموا. هنمشي طبعاً واحدة واحدة في كل الأوراق زي ما احنا متعودين. خطاب التوصية هو الخطاب اللي أنا بطلبه من أحد أعضاء هيئة التدريس أو مدرس عندي في المدرسة أو معيد عندي، يعني يا الدكتور يا المعيد يا المدرس اللي كان بيدينا في ثانوي. طبعاً هيتكلم عن ميزاتي وليه أستحق المنحة دي، لازم يكون عارفني كويس، لازم يمضي على الجواب، يكتب كمان بياناته اللي هو عشان نقدر لو حابين نكلمه نكلمه، ويمضي بخط إيده، ممكن يبقى بالعربي أو بالإنجليزي زي ما هو يفضل، ممكن يبقى بخط الإيد أو تايب على الكمبيوتر زي ما هو برضو يحب. الخطاب التحفيزي بقى موقفه مختلف جدا، لأن الخطاب التحفيزي له مرحلة من مراحل الاختيار، فلازم يكتب زي ما النموذج اللي احنا حاطينه عندنا على الابليكيشن، يا ريت كلنا ننزل النموذج نبص عليه. هو لازم يكتب بالانجلش، له فورمات معينه مكتوبه جوه النموذج بتاعنا، لازم يكتب عن مشكله موجوده في مجال الطاقه وحلها من مصادر انا قريتها، يعني انت لازم تقرا مصادر وتحطها المصادر دي، تعمل لها كوتنج عشان نبقى عارفين انت انك انت يعني قريت كذا في المجال ده ومهتم جدا بالموضوع ده. كمان بتتكلم على نفسك وليه تستحق المنحة دي. الخطاب طبعا بيبقى موجه للمنحة مركز التميز للطاقة، وده لازم نكتبه باهتمام شديد قوي يا شباب عشان ده له مرحلة من مراحل الاختيار بنحط عليها تفاصيل. الأوراق التانية، من الأوراق التانية المطلوبة السيرة الذاتية، الاسم بنحطه، التعليم، الهوايات، الأنشطة اللي أنا عملتها سواء طلابية أو مجتمعية أو مسابقات أو تدريبات صيفية أو خدت كورسات، ده كله بيتحط في السي في بتاعنا أو السيرة الذاتية. بالنسبة للمستندات الداعمة للحالة الاجتماعية والاقتصادية، لو أنت عامل بحث اجتماعي قدمه، لو أنت مش عامل بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية هتحتاج تقدم النموذج ده، والنموذج ده موجود بالعربي والإنجليش، أنت اللي بتختار تملاه إزاي مع الوالد والوالدة. لو الاثنين بيشتغلوا هبقى محتاجة مفردات مرتب أو اللي هو بيسموه خطاب الموارد البشرية، سواء سنوي أو شهري اللي نقدر نجيبه. لو في حد من الأب أو الأم لا يعمل لازم نجيب من التأمينات الاجتماعية سواء أونلاين أو نروح لها، نجيب برينت بالرقم التأميني. ولو هو على المعاش الوالد أو الوالدة بيبان إن هو بالمعاش. طبعا بنحط مع النموذج نسخة من فواتير كهرباء أو غاز أو تليفون أو مية، يعني لو أنتم حابين كمان لو في حاجة فيهم مش موجودة ممكن نحط مية، صورة من عقد إيجار السكن. طيب بالنسبة للأوراق كمان المطلوبة شهادات الأنشطة اللاصفية، هنا بنبقى عايزين نعرف أنت عملت أنشطة رياضية إيه، عمل خيرية، اشتركت في مسابقات، عملت حاجة في ثانوي أيام المدرسة، ده ممكن يبقى في أول سنة ليك في الجامعة أو لما كنت في ثانوي، وده طبعا مهم جدا عشان ليها بونص.
المستندات الداعمة للإعاقة للناس اللي عندها إعاقة، ضعف نظر، بنقدم فحص طبي أو تقرير طبي مختوم من المستشفى أو من الدكتور، طبعا يكون حديث. طيب إزاي أقدر أقدم؟ التقديم طبعا عن طريق اللينك بتاعنا ده، وبنحط الجيميل بتاعنا، لازم يكون عندنا جيميل، وبندوس التالي أو next، بيبان لنا كل المعلومات عن المنحة بتاعتنا في الصفحة الأولانية، وبعدين بيبان لنا الديدلاين الجديد اللي هو بقت 31 أغسطس، بيبقى فيه الإليجيبيليتي كريتيريا أو معايير الاختيار عشان لو حابين نقراها، وكمان الأوراق كلها المطلوبة اللي احنا محتاجينها زي البطاقة اللي احنا قلنا عليها، بيان درجات الثانوية العامة، بيان درجات الترم الأول اللي هو باين فيه المجموع التراكمي 2.5 في إعدادي، السيرة الذاتية، الريكومنديشن لاتر أو خطاب التوصية، الموتيفيشن لاتر اللي هو الخطاب التحفيزي اللي احنا قلنا انه مهم جدا، الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز او رقم 7 الانشطه اللا صفيه او الطلابيه، الفاينانشال فورم بتاعتنا او نموذج الحاله الاجتماعيه الاقتصاديه لو عاملين بحث اجتماعي نقدر نقدمه بدلها، و9 الديسابيلتي سبورتنج دوكيمنت لذوي الاحتياجات يقدروا يقدموا هنا التقرير. في اخر الصفحه دي بيبقى عندنا ريفرنسز او لينكات كده حابين قوي ان انتوا تقروها، اللي هو الاسئله شائعه، وده كل الاسئله اللي ممكن تسالوها احنا حاطينها في الدوكيمنت دي سواء بالعربي او بالانجليزي، لو حابب انك تقراها هي اللي بالعربي، نموذج الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه اهو بالعربي، وفاينانشال فورم هو اللي بالانجليزي لو حابب تملاه، الموتيفيشن لاتر هو ده النموذج اللي هتقراه عشان تعرف تملى الخطاب التحفيزي. عندنا في دوكيمنت كمان مهمه قوي بتسالوا عليها اللي هي فيزز اوف سيلكشن، ازاي بيتم الاختيار، احنا كاتبين كل البروسيس في اللينك ده، وكمان حاطين لكم الروبريكس او التقييم الدكاتره هيعملوه لفيز 1 وفيز 2 وفيز 3، اللي هو الاولاني بتاع استكمال الورق، الثاني بتاع الموتيفيشن لاتر، والتالت بتاع البرزنتيشن او الانترفيو لما هتيجوا ان شاء الله تشرفونا لكل اللي هيعدي المراحل الاثنين الاولانيه. وعندنا حاطين لكم كمان الاعلان بالعربي. دي الريفرنسز بتاعتنا. طبعا بعد الصفحه دي بندوس نكست وبنروح للصفحه اللي بعديها، بيبان لنا المعلومات او البيانات الشخصيه بتاعتنا، اسمنا بالكامل، رقم البطاقه، تاريخ الميلاد، والعنوان بتاعي بالتفصيل. طبعا من انهي محافظه، يا ريت الموبايل والايميل نكون حاطين حاجه احنا بنرد عليها، سواء الايميل اللي احنا بنشكه دايما ومحطوط على الموبايل عندنا، وطبعا الموبايل نمبر بتاعنا اللي هو بنرد عليه. الجندر او ذكر او انثى ده بنختاره، اسم الجامعه بتاعتنا، الفاكولتي بتاعتنا اللي هي هندسه. طبعا لطلبة المنصورة عشان هي جامعة شريكة، إن شاء الله لما السنة دي في السنة الأكاديمية يشتغل برنامج الطاقة ممكن يختاروا إذا كانوا يكملوا في المنصورة أو في عين شمس، هم اللي هيختاروا. طبعا هنا آخر صفحة موجودة في الأبليكيشن هي مخصصة للأوراق المطلوبة عشان تقدروا ترفعوا الأوراق المطلوبة. فأول واحدة بتبقى البطاقة الشخصية، بنرفع الصورة بتاعتها او البي دي اف يعني. الرقم 2 بيبقى بيان درجات الثانويه العامه، رقم 3 هو بيان الدرجات اعدادي اللي احنا مستنيينه واللي احنا مدينا علشانه الديدلاين ل 31 اغسطس، السيره الذاتيه بتاعتنا اللي هي رقم 4، الريكومنديشن لاتر او خطاب التوصيه من الدكتور او المعيد او المدرس بتاعي في ثانوي، 6 الموتيفيشن لاتر وده المهم جدا اللي احنا نديله عنايه واحنا بنكتبه، وده بيبقى بالانجلش بس يا شباب، والنموذج موجود من فضلكم اقروه. رقم 7 هو الانشطه اللا صفيه او الانشطه الطلابيه او المسابقات اللي انت شاركت فيها. رقم 8 هو لو عندنا بحث اجتماعي بنقدمه هنا، لو ما عندناش هنملى الفورم بكل الاوراق المطلوبه. ورقم 9 التقرير الطبي لذوي الاحتياج. طبعا بندوس سبميت والابلكيشن بتوصل لنا. لو في اي حاجه ناقصه بنرجع لكم عشان تكملوا. طبعا في الحاله دي احنا هنبقى مستنيين لحد 31 اغسطس للناس اللي ما كملتش حاجتها انها تكملها وتكمل البيانات الدرجات، لان في كمان جامعات ما طلعتهاش على الويب سايت سناب شوت عشان يقدروا يبعتوها لنا، هنبقى مستنيين البيان الدرجات لحد 31 اغسطس. للناس اللي مكمله ورقها وقدمت هنبقى بنراجع حاجتها.
طيب ايه هي من ميزات المنحة؟ مميزات المنحة ان احنا بندفع ال4 سنين المصاريف الخاصة بكلية هندسة جامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة، وكمان بندفع مصاريف جامعة University of East London الإنجليزية، ودي بتبقى بالاسترليني، بيبقى بنوفر لكل طالب لابتوب، بيبقى عنده تأمين صحي على مدار ال4 سنين، بنبقى للطلبة المغتربين من المحافظات بنوفر لهم مصروف شهري وسكن فندقي جوه الجامعة، بيبقى عندنا internships مع الشركات عشان نقدر لما نتخرج نشتغل، عندنا كمان تدريبات ليها علاقة بالإنجليش والسكيلز اللي احنا مهتمين نديها للخريج بتاعنا عشان يبقى مكتمل في سوق العمل إن شاء الله. دي مميزات المنحة. طيب مراحل الاختيار، عشان دي أسئلة بتجيلنا كتير قوي خاصة للناس اللي قدمت وكانت ورقها كامل. احنا في أول مرحلة بنبص على المعايير والشروط، إن احنا نكون مستوفيين كل الشروط، مصري ومصرية الجنسية، نبقى جايبين 2.5 في الجي بي إيه بتاعنا، نبقى أصلا في جامعات حكومية مصرية، نبقى خريجين مدارس حكومية أو تجريبية، كل الأوراق اللي احنا قدمناها بنعلم عليها، ونقدر نبص على الروبريك. طبعا الورق الكامل هيعدي المرحله دي بسلام، وخاصه كمان انه مغطي كل الشروط المؤهله للمنحه. الورق الغير كامل او الشروط اللي جاي بأقل من 2.5 مش هيتقبل، اللي كان في مدارس خاصه، كل الحاجات اللي هي تمنعنا من ان احنا نعدي المرحله دي مش هنكتمل. اللي هيعدي المرحله دي هنروح للمرحله الثانيه. ايه هي المرحله الثانيه؟ مرحله الخطاب التحفيزي. الخطاب التحفيزي ده بيتم مراجعته من لجنة أكاديمية. المفروض إن إحنا في المرحلة دي الدكاترة هيبصوا على 5 نقاط اللي إحنا حاطينهم: التحديد الواضح للمفهوم المتعلق بالطاقة وتأثيره السلبي، إن إحنا كان عندنا مصادر استخدمناها وعملنا وكتبنا من المراجعات الأدبيات ذات الصلة، الفكرة الأصلية للحل المقترح، التطبيق العملي إن هي تقدر تطبقها عملي، المنهجية ان انت ماشي بميثودولوجي له علاقة ببعض ومرتبط. طبعا كل الحاجات دي لما بيتم تقييمها عشان نعدي المرحلة دي لازم نجيب 14 من 20 في الخطاب التحفيزي بناء على ال5 نقاط دول. بعد ما بنعدي المرحلتين الاولانيتين بيبقى عندنا بونسز للأنشطة الطلابية، عشان كده بنطلب الشهادات، التميز الأكاديمي للناس اللي جايبة فوق 3، للإناث وذوي الإعاقة، وطبعا من الطلبة اللي بيعانوا من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. المرحلة الأخيرة هي العرض التقديمي قدام لجنة، وده الناس اللي هتعدي المرحلتين الأولانيتين هم دول اللي احنا هنكلمهم للمرحلة قبل النهائية. هيبقى في لجنة موجودة بيبقى فيه كمان نموذج من العرض التقديمي هنبعته لك ازاي تعمل العرض، تقدر تتكلم بالعربي او بالانجلش، ودول ال7 نقاط اللي اللجنه بتبص عليهم وبتقيمك عليهم: وضوح العرض، قدره على مناقشه جميع النقاط الخاصه بالخطاب التحفيزي، انك انت قادر تفتكر المصادر اللي انت كتبتها والمصادر كانت كاتبه ايه، تقدر تجاوب على كل اسئله اللجنه الاكاديميه، المناقشه العلميه، طبعا الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل اثناء المقابله مهمه جدا، وإظهار المهارات الشخصية برضو أثناء المقابلة ده بيتم تقييمك عليه. ده باختصار شديد كل المراحل بتاعتنا، ال3 مراحل بتوعنا. تكافؤ الفرص برضو، بما أننا مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبينفذ من قبل MIT، فإحنا بيهمنا جدا أو بندعم تكافؤ الفرص. زميلتي الأستاذة سارة هتكلمكم أكتر عن مبدأ تكافؤ الفرص. تفضلي يا أستاذة سارة. اهلا اهلا بكم يا شباب، اتمنى تكونوا كلكم سامعيني. الشات بوكس فيه اسئله كتيره جدا، في اسئله كتيره انا برد عليها بان احنا هنجاوب عليها اورال كده بدل الشات، بس بعد ما نخلص البرزنتيشن، هي خلاص قربت تخلص يعني. انا خليني اكلمكم سريعا عن مبدا تكافؤ الفرص. احنا في مركز تميز في الطاقه بنعني ب تكافؤ الفرص وتشجيع الفئات يعني نقدر نقول المهمشين او اللي ما عندهمش ريبريزنتيشن او تمثيل عالي في مجال الطاقه والهندسه، بان احنا نوفر لهم فرصه المنحه والتقديم عليها، ونشجعهم بده بان احنا بندي لهم بعض المميزات البسيطه يعني فيما لا يتعارض مع نظائرهم من الاشخاص التانيين يعني او اي كل المتقدمين عامه.
خليني اقول انه احنا بنعني بالاخص وبالتحديد بالاشخاص ذوي الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه الصعبه، الفتيات والاشخاص ذوي الاعاقه. وده كما وضحته سنة نورهان، بنديلهم العشر نقط بونس للفئات دي، والغيرهم برضو من الطلبة المتميزين اللي بيبقى عندهم أنشطة لا صفية أو تفوق أكاديمي أو غيره من الحاجات اللي ممكن بتدي بونس بوينت على التميز. فليه احنا بنتكلم على ده المرأة بالتحديد؟ لأنه البنات في أو السيدات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة نسبهم قليلة جدا عالميا. احنا بنتكلم في أنه تقريبا الستات اللي بتشتغل في وظائف اللي ليها علاقة بالستم بتمثل حوالي 28%، وفي مصر بس الستات اللي بتشتغل في مجال الطاقة والهندسة بيمثلوا حوالي أقل من 10%. فاحنا محتاجين من مكاننا هنا كمنحة ان احنا نوفر بوش كده لزيادة عدد الفتيات في هذا المجال. بنتكلم عن التحديات اللي بتواجهها الستات، واللي عشان كده احنا بنحاول ان احنا نوفر لهم الفرصه دي. تحديات كتيره من ضمنها ممكن يكون الـ 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 ان الفرصه لا تمنح للست كما تمنح للراجل، وعشان كده احنا بنوفر المنحه الفرصه دي، وبن هايلايت جامد على مبدا تكافؤ الفرص. زائد ان احنا برضو في سيدات بتتعرض لتمييز بصور مختلفه وبيتم تفضيل الراجل عليها لاسباب كتيره جدا ممكن تكون ليها علاقه بدورها الاجتماعي. زائد برضو طبعا الافكار والمفاهيم اللي في دماغنا كده عن دور المراه، وانه هي لا هي احسن ان هي تبقى ليها شغل اداري احسن، بلاش على السايت بقى، خليها عندها حاجات تبقى مناسبه مع دورها كأم وغيره. فاحنا من هنا بنأكد على مبدأ التكافؤ الفرص وتوفير العشر نقط بونس للفتيات. زائد ان احنا بنوفر للفتيات المغتربات فرصة سكن جامعي فندقي وآمن، بحيث انه اهاليهم يبقوا مطمنين على وجودهم في فترة الدراسة. زائد طبعا المتابعة الدورية، ودي مش بس بتنعقد مع الفتيات وانما مع كل الاشخاص اللي بيبقوا معانا في المنحة. ننتقل للفئة الثانية وهي فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. بنتكلم عن الإعاقة، هي أصلاً يعني إيه إعاقة؟ الإعاقة هي أي قصور بالنسبة لنا، هي أي قصور حركي أو إدراكي ممكن يؤثر على وظيفة حياتية أساسية. في مصر في حوالي 10 مليون شخص بيعانوا من نوع من الإعاقة، والفكرة كمان إنه مش كل الأنواع الإعاقة هي سهل إن إحنا ندركها، وإنما في إعاقات بتبقى مرئية وفي إعاقات غير مرئية، وإعاقات بتبقى مؤقتة بسبب عرض أو حادثة لا قدر الله، وإعاقات بتبقى دائمة أو بتديفلوب مع الوقت كمان يعني. فتصنيف الإعاقة بصورة مختصرة هو بيصنف لثلاث أنواع: الاضطرابات الفسيولوجية زي اللي بيبقى ليها علاقة بضعف في حاسة من الحواس زي الضعف السمعي أو البصري، والاضطرابات العصبية زي التصلب المتعدد أو الضمور العضلي، والاضطرابات النفسية زي صعوبات التعلم أو الأمراض العقلية. وخليني أقول إنه مش مثلا بالنسبة للجزئية الأولانية الفسيولوجية، مش أي حد عنده، عشان بنتسأل السؤال ده، مش أي حد عنده ضعف نظر فبيلبس نظارة مثلا هو كده يصنف على ان هو شخص من انواع من معاق مثلا او عنده اعاقه من ذوي الاعاقه، وانما ده بيعتبر قصور. بس احنا بنتكلم على الـ على الـ على الاشخاص اللي بيبقى عندهم مشاكل النضاره لا تستطيع حلها، وبنضطر ان احنا نستخدم تكنولوجيز تساعدنا في فانكشنينج، يعني ان احنا نتعامل مع الحياه. بالنسبه لاشخاص ذوي الاعاقه برضو بنوفر العشر نقط بونص، وبنوفر خدمات، ان شاء الله هيبقى عندنا خدمات بنوفرها بما يتناسب مع الحالات المتقدمه. زائد طبعا المتابعه الدوريه، والمتابعه الدوريه ال1 تو 1 والمتابعه الدوريه مع طلبه المنحه بصوره خاصه بصوره عامه. نرجع تاني لاستاذه نورهان، هتكلمنا سريعا عن ازاي نقدم وبعدين نبتدي في الاسئله. طيب انا حاطه لكم هنا اللينك بتاعنا بتاع التقديم عشان للي هيقدم وانترستد في المنحه بتاعتنا. حاطه لكم كمان scholarships@coe-energy.com، ده الايميل بتاعنا، عشان لو عندكم اي استفسارات حتى بعد الويبينار، حتى كمان صفحه الفيسبوك بتاعتنا عشان دي بنرد عليها، عشان برضو لو عندكم اي استفسار، وكمان عشان تشوفوا الانونسمنتس بتاعتنا، خاصه ان انتم النهارده هتشوفوا ان شاء الله الانونسمنت بتاع الديدلاين بتاعنا انه بقى اكستندد ل 31 اغسطس. Thank you for وقتكم، thank you ان انتوا حضرتوا الويبينار معانا النهارده.